الدولي حيث تقيم محلي ونشير إلى الساعة 6:35 ودرجة الحرارة الخارجية 23 درجة. أجل سلامتكم نرجع من حضرتكم المقاعد جالسين في مقاعدكم وربط عزمة المقاعد إلى أن تتوقف الطائرة نهائيا وتطفئ إشارة ربط عزمة المقاعد. أرجى الانتباه بأنه ممنوع تدخين في الأماكن المخصصة لذلك في المطار، كما يمكنكم الآن استخدام هواتفكم الجوال إن أردتم ذلك. نأمل أن تكون الخطوة الجوية القطرية من مخطط رحلتكم المستقبلية إلى أكثر من 160 وجهة عبر وجهات العالمية. الحجز والاستفسار رجاء زيارة قطرجويز.com. بالنيابة عن الخطوط الجوية القطرية تحالف العالم الواحد قائد الطائرة الكابتن أنطونيوس وبقية أفراد الطاقم نتمنى لكم إقامة ممتعة في مالتا، وإذا كنتم مواصلين رحلتكم لوجهة أخرى فنحن نتمنى لكم رحلة آمنة. الخطوط الجوية القطرية معا إلى كل مكان. شكرا وطاب صباحكم.